نشكر الإداعة الوطنية وعلى رأسها المدير العام اللي كان حاضر معنا اليوم على التكريم، وعلى اللي تفكروا أخي اللي كان هنا موظف الإداعة الوطنية. وهذا هو جزيل الشكر لكل الزملاء تاعو وكل النقابة تاع الإداعة الوطنية. نشكر الأسرة الإعلامية التي يترأسها المدير العام ومدير ورئيس لجنة المشاركة على هذه المبادرة التي يعني هي تقليد من لجنة المشاركة، على الصحفيين اللي كانوا زملائنا يعملوا هنايا وفقدناهم في الآونة الأخيرة. هناك هو يعتبر زملاء ولكن هم في الحقيقة إخوان لنا.